السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، جمعة مباركة علينا وعليكم. هذه الكبسولة علاش كيجيو بزاف الأسئلة، بزاف الأسئلة، بزاف الأسئلة في الانستغرام ديالي طارق المليح، ولا في الفيسبوك، ومهم حتى في يوتيوب، وهو على بناء العضلات والتنشيف. بناء العضلات والتنشيف، التنشيف استشارج، يعني خصو يحيد داك الزيادة ديال الدهنيات اللي عنده في الجسم، يحيدهم باش يبان ناشف ويبان لي ميسكل بيان ستخيي، يبان الميسكل نقي. هادي بزاف ديال الرجال كيدومونديها، وعند النساء كيدومونديو واحد لا دوموند اخرى، هي نشرب شوية القهوة كدا، حنا بحال كنشرب القهوة مع بعضياتنا. ديما القهوة مع الماء. علاش مع الماء؟ لأن القهوة كتنشف الذات من الماء، سي ان ديوريتيك، تنقص الماء من الذات. داكشي علاش كيعطيك القهوة مع الماء، خصك تبقاو تشربوا الماء مع القهوة. القهوة عندها واحد السمية شوية قليلة، ملي كتشرب الماء كتنقص من السمية ديالها. غير واحد المعلومة على الماشي، على الخفيف، ما عمرنا كنشرب القهوة على معدة فارغة، ديما كنشرب الماء هو الاول، لان القهوه سي اسيد حتى هي، غتخربق لك الحموضه ديال المعده. القهوه اسيد، يعني حامضه بزاف. يعني كنشرب الماء، كناكل اون بانان، كناكل اون بانان، ولا ولا بغيت تشرب على القهوه بوحدها كندير معاها سكينجبير، كندير معاها القرفه. والناس اللي عندهم امراض الالتهابات كل شيء، هذه انا نصيحه ما كنعطيش وصفه، يدير معاها شويه الخرقوم. الخرقوم مضاد للالتهاب، الخرقوم والقهوه مضاد للالتهاب ومهم جدا. نرجعوا لموضوعنا، النساء كيطلبوا ان لا ريتونسيون دو، وقت هي في الوقت ديال العاده الشهريه كتكون عندهم لا ريتونسيون دو، يعني محتاجين التنشيف. الرجاله التنشيف لان باغي يبين العضلات ديالو، باغي هو المعلومه اللي غنقول لكم دابا، المعلومه اللي مهمه اللي مهمه اللي مهمه اللي خصكم تحتفظوا عليها، هو ان اي غرام ديال النشويات، يعني السكريات البطيئه، كيشد 3 غرام دو. يعني الا كليتي نص كيلو ديال الروز، ولا ديال السباكيتي، ولا ديال البطاطس، ولا ديال المعجنات، نص كيلو، يعني زدتي في الجسم ديالك كيلو ونصف، كيلو ونصف ديال الماء، يعني الجسم ديالك ما يكونش ناشف. ملي غتشوف لابو ديالك ما تلقاش رقيقه، ما تلقاش على الجلده، غتلقاش على الجلده كاين بزاف ديال الماء. علاش؟ لان واكل النشويات. دايوغ انا الاصدقاء ديالي اللي كندرب واللي كندير لهم السويفي، كنشوفو اليوم كنشوفو الغد ليه، ولا كنشوفو من بعد يومين كنشوفو، كنلقاه زاد الحجم في ساعه. ما يمكنش يتزاد بالدهنيات، الدهنيات حتى هما واخا تبغي تزاد بهم اكثر، ما كتزادش اكثر من 4 5 كيلو في الشهر، يعني اي حاجه بالتدرج. لذلك هاد الناس هادو اللي كيتزادوا في سبعين غير الحل بارد شويه، بدا كيبرد، هو اللي كيخرج الصباح بكري. حاشاكم، بارك الله فيكم. يعني الناس اللي كيترينو عندي وكل شيء، كنشوف على الحجم ديالو كيتغير، كنقول له واش كليتي النشويات؟ كيقول لي واش عرفتي؟ كنقول له الجسم ديالك كيعبي ميه، كيمتلئ بالماء. لذلك اللي بغى يدير التنشيف ينقص من النشويات، السكر الابيض والسكر السريع هذاك ما نهضروش عليه، ولكن النشويات 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 والنشويات. حذاري من النشويات بالليل. دابا الشكل اللي كيوقع هو ان بالليل بزاف الناس ياخذوا النشويات. علاش؟ لان ساهلين في التحضير، التحضير ديالهم جد سهل، يعني خدينا لي بات راه 5 دقائق 7 دقائق لي بات موجودين، ولكن المنفعه او المضره على الجسم كبيره بزاف. كيفاش؟ انك ملي غتاخذ هذوك السكريات الليل كامل، والذات ديالك كتعبي كتملي انسولين، يعني غتزاد في الوزن، السكريات بطيئه الليل كامل، غتبات شبعان زعما هادي، ولكن غتعبي ميه، غتعمر بالماء بزاف. النشويات اللي بغيت ناخذهم بواحد القدر ميتريزي، وبنهار ماشي بالليل، بحال اللي كنتحرك باش نحرق، ما ناخذهمش بالليل. يعني الروز لي بات لي بطاطا كناخذهم بنهار وما كناخذهمش بالليل. اللي بغى ينقص الوزن واللي بغى ينشف يفيتي النشويات، ياخذ واحد الكميه قليله. الالياف مهمين، الفيتامينات، الاملاح المعدنيه مهمين، النشويات ماشي مهمين بزاف. النشويات كيعطيوك السكر بطيء، السكر اللي غتمشي به واحد المده طويله. لذلك كناخذ واحد النسبه قليله ديال النشويات. بغيت نعرف النسبه ديال النشويات اللي غناخذ على حساب اي شخص، هو
الحجم ديال النشويات اللي غتاخذ هو لا بواني ديالك، هو هذا الحجم هذا، يعني هذا الطرف هذا، هذا هو الحجم ديالك اللي غتاخذ. البواني ديالك غتاخذوا اما روز اما جوج بطاطات مويان. البطاطا الحلوه ماشي مشكل لان فيها الحديد، داكشي علاش داك اللون ديال احمر مفيده جدا. من البطاطا العاديه لا، دايوغ كاين فوق 400 نوع ديال البطاطا، حنا عندنا شي 4 ولا 5 في المغرب. بطاطا حلوه وي، الاخرين لا، الاخرين كناخذ منهم كميه قليله. البطاطا مقليه ايفيتي او ماكسيموم، غتطلع لك الحموضه وغتطلع لك الالتهابات في الجسم. نرجعوا لموضوعنا، يعني قلنا النشويات كنقص منهم، هو الحجم اللي كناخذ منهم، يعني طبيسيل صغير هو اللي كناخذ منهم. هنا غنقص المعدات ونقص السكريات البطيئه. حاجه اخرى نردوا منها البال هو الملح. الملح الماكسيموم اللي موصى به هو 5 حتى 6 غرام في النهار. داك الخبز اللي كناكلو في الزنقه فيه 3 غرام، يعني هذيك الخبزه ديال الزنقه فيها 3 غرام. داكشي اللي كناكلو اكثر من داكشي اللي خص الجسم ديالنا. لذلك الملح كنردو منه البال. انا قلت لكم السكريات البطيئه كنردو منها البال، الملح كنردو منها البال. حاجه اخرى اللي كتعاوننا على 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 التنشيف، انا كندوي لكم على الماء، باقي ما دخلناش للدهنيات، كندوي لكم على الماء. هو البوتاسيوم، كاين واحد التوازن في الجسم ديالنا، وكاين الجسم ديالنا عبارة عن توازنات، يعني هادي باش نكونوا واضحين، الجسم كامل عبارة عن توازنات، وهذه خاصها تدخل لكم لبالكم مزيان مزيان مزيان. خصنا نحترموا التوازن ديال الجسم والتوازن ديال هذا الكيمياء ديال الجسم. الجسم ديالك عبارة عن التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم كيد الصوديوم هو الملح، الملح كيدير لا ريتونسيون دو، كيشد البوتاسيوم، كيخرج من الذات الماء، وخاص التوازن ديما يكون. وباش البوتاسيوم فين كنلقاوه؟ دابا الملح عرفناه، ولكن البوتاسيوم فين كنلقاوه؟ كنلقاوه في جميع الخضروات الورقيه الخضراء اللي فيهم كلوروفيل، ولكن فيهم اي حاجه خضراء فيها البوتاسيوم طالع بنسبه عاليه. الا خديت البوتاسيوم الذات ديالي غتنقص من الماء. يعني خذوا الخضر والفواكه، الفواكه بالنهار ماشي بالليل، هذه معلومه الناس كياخذهم بالليل في السكر ثاني فريكتوز، يعني غناخذ الوزن. يعني كناخذ الخضر، الخس، الكرومب، البروكلي، كاع هادشي كناخذو، الفلفله خضراء فيها الفيتامين سي وفيها البوتاسيوم مفيده جدا. يعني كناخذ هادشي باش نقص من الماء اللي في الذات. ندوزو للدهنيات. الدهنيات غنبقاو نهضروا عليهم ديما. الدهنيات عندهم علاقه بالسكر، اي سكر مضاف خديتيه كيطلع الانسولين في الذات. ملي كيطلع الانسولين في الذات، الانسولين عباره على واحد المفتاح كيفتح الخليه، يعني كنعبي الطاقه، كنخزن الطاقه، الجسم ديالي تريغليسيريد غيعمرو وغيكبرو. عندنا نفس الحجم ديال الدهنيات، نفس العدد، ولكن هذاك العدد ديال الدهنيات، نفس العدد اللي كيختلف هو الحجم ديالهم. الحجم ديالهم باش ما نخليش يختلف بزاف، اشنو غندير؟ غندير انني ما غنبقاش ناكل السكر بزاف، نيفيتي السكر، وبين الماكله والماكله 4 السوايع، وفين ما تعرضت عليا شي حاجه حلوه ما ناكلهاش. من غير الخضر والفواكه، الفواكه ناكلهم، ولكن 4 السوايع 4 السوايع، ما كاينش هذيك السقاطه اللي كناكل كل مره كناكل شي حاجه حلوه، ما كايناش، ما كاينش التمره، ما كاينش، يعني باش ما يبقاش الانسولين طالع. الانسولين غيعبي لي الدهنيات، وهذا ماشي هو الهدف ديالي. يعني الهدف ديالي هو نقص في الوزن. هذا هو المعلومه على الدهنيات. بقات لنا واحد الموضوع اخر هو الحركه، الحركه، الحركه. الله يخليكم، راه ما كاينش شي شركه ولا شي مؤسسه ولا شي بلاصه في العالم 80% من العمال ديالنا ما خدامينش وكان عندها مردوديه وانتاج، ما كايناش في العالم، ما كايناش. يعني 80% ديال العمال ديالك ما خدامينش، الانتاج ديالك غيكون صفر. كذلك الجسم ديالك، الجسم ديالك عباره على 80% من العضلات. الا ما خدمتيش هاد العضلات، الجسم ديالك ما غيكونش خدام مزيان. هذا بالنسبه للرجال، النساء، اطفال، مراهقين، خصنا الحركه، الحركه، الحركه. كندوزو بزاف د الوقت وحنا جالسين، داكشي علاش الاجسام ديالنا تغيرات، داكشي علاش هاد الوضعيه ديال الجلوس هادي، عندنا الوضعيه ديال الكرسي، عرضينا من التحت، الرجلين عاد كيعمروا، ما بقيناش كنديروا كنقصوا الدهنيات. لذلك لي غوتونسيون، لا غيتونسيون دو، الامتلاء بالماء عند النساء وكل شيء عنده علاقه حتى بالوضعيه ديال الجلوس. كنتمنى ان الحلقه تكون مفيده، كانت مطوله جدا، كنتمنى تكون مفيده لكم. الا عجبتكم بارطاجيوها. كانوا عندكم شي اسئله اخرين مرحبا، شي غنكونوا في لايف في الانستغرام عندي طارق المليح مع 9:30 ديال الليل، اجابه على اسئله المشاهدين. مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمه الله، جمعه مباركه، كان معكم طارق المليح.